قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. هذه الكلمة العظيمة التي خلدها الله فيها عدة وقفات أيها الإخوة. الوقفة الأولى فيها مناجاة العبد لربه، مهما بلغ الإنسان في منزلة التقوى والطاعة والإيمان لا يمكن أن يستغني عن مناجاة الله وعن مناداته. فأيوب على مكانته نبي، الله اختاره، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع هذا لا غنى له عن الله طرفة عين، نادى ربه. الوقفة الثانية أيها الإخوة، هذه الآية مليئة بألفاظ الافتقار التي متى ما وجدت وصاحبت العبد أثناء دعائه لم تتخلف عنه الإجابة قطعا. وهذه الألفاظ، ألفاظ الافتقار، أولا تأكيد القضية بحرف إن هذه تفيد التوكيد، وثانيا الياء ياء التخصيص، إني أنا هكذا يقول لربه، أنا الذي أصابني الضر. الوقفة الثالثة أيها الإخوة، هذه الآية فيها مقام عالي من مقامات الإيمان، صاحب أيوب وهو يناجي ربه، وهو مقام الأدب مع الله. أيوب غمس في الابتلاء غمسا، ومع هذا يقول وهو يناجي ربه إني مسني الضر، يعني مجرد مس، فأنا عبدك وأنت ربي تفعل بي ما تشاء، وإن أصابني الضر في جهة فقد توالت علي النعم من جهة أخرى، لكن ما أصابني من الضر إنما هو مس. هكذا مقام العبد مع الله، يتأدب حتى في ألفاظه، هذا في حال الدعاء، وهو يدعو الله أن يرفع عنه الضر ما ينسى نعمه، فكيف في حال السراء؟ لا يمكن للعبد المؤمن أيها الإخوة أن تجري على لسانه ألفاظ الجحد لله سبحانه وتعالى أو التسخط أو النكران، مع أنها طبيعة في النفس البشرية كما ذكر الله في سورة العاديات، لكن الإنسان المؤمن يقاومها بعبوديته لله.